بسم الله والابن والروح القدس الإله واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن إلى الأبد أمين. هنكمل بنعمة المسيح النهاردة دراستنا في رسالة روميا، وهنبتدي من الإصحاح الخامس. احنا خلصنا الإصحاح الرابع، هراجع معاكم بسرعة الأربع إصحاحات، المفروض يبقى مسهلين دلوقتي من كتر المراجعة. يعني قلنا الإصحاح الأولاني، قلنا رسالة روميا تكلم عن التبرير بالإيمان بالمسيح، فالإيمان كخطوة أولى، ودي كانت محور الرسالة بتاعت بولس الرسول، لأن الإيمان هي الخطوة الأولى، المدخل لأن احنا نستفيد ببر المسيح. وهيبتدي يشرح ده في كل رسالة. الجزء الأولاني قلنا هيبقى جزء بيشرح فيه المفهوم بتاع الإيمان ده والخطوات التالية للإيمان، وبعد كده الجزء الثاني بيشرح التطبيقات العملية اللي بيبرهن على الإيمان. فاللي يؤمن ببر المسيح لابد أن يبرهن على الإيمان ببر المسيح ده بأعمال وسلوك معين. الإصحاح الأول أثبت أن الأمم وصل فجورهم وشرهم يعني سماه فجار وفجور، يعني تمادوا في الشر وكانوش يعرفوا يخلصوا نفسهم. اليهود في الإصحاح الثاني أثبت لهم برضو أن هم الناموس بتاعهم ما قدرش يخلصهم، الناموس ما يقدرش يبرر، بل بالعكس ده بيمسك عليهم الخطية لأنه بيوريهم الخطية. فبالتالي فكرة إن هم أبرار بسبب عندهم ناموس أو الختان أو الشريعة، كل الكلام ده لا يبررهم. وأثبت في الإصحاح الثالث يبقى الجميع أخطأوا وزاغوا وأعوزهم مجد الله، وقال متبررين مجانا بنعمته بالفداء بيسوع المسيح. يبقى الإصحاح الأول لا الأمم يقدروا يخلصوا نفسهم من سلطان الخطية والموت، ولا اليهود حتى برضو اللي هم شعب الله اللي هم كانوا فاكرين إن هم مدام شعب الله المختار إن هم يقدروا يتبرروا بسبب بس إن هم أولاد أبونا إبراهيم، قال لهم برضو لأ. الثالث اللي هو إن الجميع أخطأوا خلاص، فأثبت إن خلاص كل البشرية وقع تحت سلطان الموت. جاء في الإصحاح الرابع قال عشان أوريكم يعني إيه التبرير بالإيمان، فجاب نموذج اللي هو إبراهيم أو الأباء، لأن النموذج ده كان عند اليهود حاجة كبيرة قوي، إن أبونا إبراهيم، إحنا أولاد أبونا إبراهيم، كانوا بيفتخروا كده قدام المسيح. والمسيح قال لهم لو كنتم أبناء إبراهيم ده كنت تعملون أعمال إبراهيم. وبعدين قال لهم كمان إن أبوكم إبراهيم ده تهلل أو كان بيشتاق إنه يرى يومي فتهلل ورأى وفرح. تهلل أن يرى يومي فرأى وفرح، تهلل أن يرى يومي فرأى وفرح. وإن إبراهيم حسب له برا بسبب حاجة واحدة بس، إنه آمن وصدق ربنا وصدق مواعيد ربنا ومشي وراه، واستحق هذا البر من خلال الرموز اللي كان عايشها، لكن كان برضو ينتظر بر المسيح. فقال لهم إن حتى أبونا إبراهيم بالرغم إنه بقى بار بسبب فكرة الإيمان، فأنتوا لو تؤمنوا تبقوا أولاد إبراهيم سواء يهود أو أمم. إذن إن كل إبراهيم يتمتع هنا كل واحد بأبوة أبونا إبراهيم بسبب فكرة الإيمان. طبعا دي كانت الملخص الأربع إصحاحات اللي فات. يبتدي بقى الإصحاح الخامس، زي ما قلت لكم إن في ثلاث إصحاحات أولانيين دول موضوع على بعضه. الإصحاح الرابع والخامس بيتكلم عن أبونا إبراهيم، والإصحاح الخامس عن آدم. فبيجي في الإصحاح الخامس بولس الرسول بيكشف بقى إنه الخليقة كلها من أول آدم بايظة وفسدة، بما فيهم أبونا إبراهيم ده اللي أنتوا بتقولوا عليه، حتى اللي ربنا قال عليه إنه حسب له بر، فبرضو حتى ده برضو يحتاج إلى بر المسيح. إذن الإصحاح الخامس جاب له يعني الرابع جاب يتكلم عن أبونا إبراهيم، والإصحاح الخامس يتكلم عن آدم، وإن بسبب آدم دخلت الخطية للبشرية كلها والطبيعة البشرية كلها، وكان لابد أن قدام خطية آدم ده يبقى فيه بر المسيح اللي هو آدم الثاني عشان يشيل الخطية بتاعت آدم الأول. وزي ما آدم الأول دخل الخطية، آدم الثاني شال هذه الخطية والحكم اللي كان عليه، وعمل مقارنة بس في الجزء الثاني من الإصحاح الخامس. ودي ميزة بولس الرسول أحياناً اتكلم على الناحية الإيجابية الأول اللي هو ثمر التبرير بالإيمان بالمسيح إيه؟ فخذ الحداشر آية الأولانيين يتكلم عن ثمار التبرير بالمسيح، 15 آية الحداشر آية الأولانيين،
وبعد كده من آية 12 ل 21 اللي هو الجزء الثاني من الإصحاح الخامس اتكلم فيه عن عمل زي comparison كده، مقارنة ما بين آدم الأول وآدم الثاني عشان يشوف إزاي آدم الأول جاب لنا الخطية وآدم الثاني شالها. فالمقارنة دي كانت لطيفة، ودي طبعا اللي هي فكرة الخطية الأصلية، عشان في ناس دلوقتي بيقولوا يعني ما فيش حاجة اسمها خطية جدية حاجة زي كده، دي هنجيلها بقى. بس في الأول ابتدى بالجزء الإيجابي، أن إيه الفايدة أن أنا لما أؤمن ببر المسيح يعود علي أنا إيه بقى كمؤمن لو أنا أمنت ببر المسيح؟ هو ده بقى اللي هنشوفه في الحداشر آية الأولين دول، هنشوف ثمار ونعد بقى مع بعض ثمار التبرير بالمسيح ايه اللي احنا عليه. عشان كده ابتدى الاصحاح الخامس بيقول ايه؟ بيقول فاذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. فاذ دي الفه والاذ دي الاولانيه دي معناها انه دي حاجه مترتبه على اللي فات. فاللي فات ايه؟ اللي فات ان احنا كان اخر ايه في الاصحاح الاربعه ان احنا اتبررنا ان عن طريق المسيح الذي اسلم من اجل خطايانا واقيم لاجل تبريرنا. فاذ بتبتدي الإصحاح ده عشان فإحنا بقى إيه اللي يعود علينا؟ فإذ يعني إيه اللي يعود علينا؟ فإذ قد تبررنا بالإيمان، مدام إحنا اتبررنا بالإيمان لنا بالإيمان، يعني ده المدخل، إحنا لازم نؤمن ببر المسيح، فلنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. يبقى من خلال المسيح اللي هو الإبن الأقنوم الثاني بقى لنا سلام مع الله. قديس يوحنا الذهبي الفم وبقيه القديسين الحقيقه فسروا اللغه دي، بقى له في حاجتين، في سلام من الله وسلام مع الله، في فرق بين الاثنين. وتاملوا فيها من ناحيه سلام من الله، يعني الله قد يعطي سلام للانسان، يعطيه سلام يعني يبقى ما عندوش مخاوف، ما عندوش خوف، ما عندوش قلق، ما عندوش انزعاج، ما عندوش اضطراب، عايش في سلام مع الناس، عايش سلام مع نفسه، في نعمة إلهية. رب زي ما قال المسيح كده سلامي أعطيكم، ده سلام من الله، سلام داخلي، سلام ينبع من الداخل، ثمرة حلول روح القدس إن يبقى الإنسان عنده سلام داخلي، في عنده إحساس بالسلام الداخلي، فده سلام من الله. لكن البولس بيقوله في الأول آية هنا فإذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام، فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. سلام مع الله هنا مختلفة بقى، اللغة كمان تختلف. سلام مع الله معناها إنه كان في وضع فيه خصومة، في عداوة. فسلام مع الله يعني كنا في وضع عداوة وخصومة، لأن لما آدم كسر الخطية، كسر الوصية، أصبح داخل في خصومة مع ربنا ويستحق غضب ربنا ويستحق العقاب، لأنه كسر وصية وربنا حذره. فلما حصل هنا الحتة دي بقى في عداوة، بقى في خصومة بين الإنسان وبين الله. فسلام مع الله يعني كنا محتاجين حد يصالحنا مع ربنا، عشان كده ودي اللي قال عليها أيوب ألا يوجد مصالح بينا يضع يصالح بينا. فدي اللي كانت محتاجينها. دي تيجي إزاي؟ جت عن طريق الإيمان بالمسيح. فالإيمان بالمسيح صار لنا سلام مع الله، ما بقاش فيه خصومة، فتنقلنا. شوف قد إيه الإيمان بالمسيح ده يعمل إيه؟ ينقلنا من حالة الخصومة إلى حالة الحب. ما طبعا بعد في خصومة لا خلاص اتصالحنا خلاص وبقى في حب، ومن حالة العداوة إلى حالة البنوة، بقينا مش أعداء، ده أنا بقيت ابن ربنا. بعد ما كنت مستحق عقاب ربنا وحكم بالموت والهلاك الأبدي، لا ده أنا بقيت ابنه، بقيت أحيا معاه كابن. فاتفعنا أو اتغير الوضع بتاعنا، اتغير من الحالة دي إلى حالة دي. فكلمة لنا سلام مع الله يعني بقى في صلح، في مصالحة تمت بيننا وبين ربنا، ما بقيتش بقى خايف كمان من ربنا، بالعكس ده أنا بقيت ابن ربنا، مفيش ابن يخاف من أبوه. ودي تعتبر أول ثمرة من ثمار التبرير بالإيمان بالمسيح. والقديس يوحنا ذهبي الفم برضو بيعلق في الحتة دي، بيقول برضو إن كان ربنا عمل هذه المصالحة لابد إحنا نحافظ عليها عشان من خلال الالتصاق بالمسيح ورفض الخطية. ده بقى الدور بتاعنا،
إذا كان ربنا نفسه يسوع المسيح هو اللي ادانا ده وإحنا آمنا بده، نحافظ عليه، نحافظ على حتة السلام اللي بيننا، اللي حصل بيننا وبين ربنا، ما نرجعش الخصومة تاني. ولكن حتى لو رجعنا تاني بسبب الخطية، لكن بالتوبة نقدر نرجع لوضع السلام تاني. طيب عدد اتنين بقى يقول ايه؟ عدد اتنين يقول الذي به ايضا صار لنا الدخول بالايمان الى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله. اصبح لينا في المسيح، لما نؤمن بالمسيح وبر المسيح، اصبح ليا الحق والجرأة ان انا ادخل الى النعمة، نعمة المسيح. ده بر المسيح اللي ادهوني. يعني تاني ثمرة من ثمار الايمان ببر المسيح ان انا اخش للنعمة دي، نعمة المسيح. نعمة المسيح يعني انا ماليش اي فضل فيها، دي نعمة، منحة، عطية ربنا بيدهالي، المسيح بيدهالي لمجرد بس ان انا اؤمن بالمسيح البار القدوس. بيقول لك انت كده دخلت نعمة. نعمة ايه بقى؟ نعمة البنوة، نعمة السلام طبعا الاولانية، بقى في سلام، بقى في نعمة كمان اللي هي نعمة البنوة، بقيت ابن، ارتفعت وترقيت وبقيت ابن. ودي بتحصل مش بس بالإيمان، لكن لازم يتلوها على طول المعمودية، ودي هتيجي بالإصحاح السادس. بس هو كان الأول بولس في الخمس إصحاحات الأولين دول عاوز يبين فكرة التبرير بالإيمان بالمسيح، لأن الإيمان هو الخطوة الأولى. وبعد كده أتنقل بقى أن أنا أخذ هذه النعمة، بس لابد من الإيمان الأول، من حاجات تانية زي المعمودية. فبيقول لك دي بقت نعمة، بقى في نعمة، ده أنت صار ليك حق الدخول بسبب الإيمان، ده بقى ليك حق الدخول لهذه النعمة، نعمة المسيح بقى كلها، بقى نعم كتيرة. وصفها بأنه إن احنا فيها مقيمون، مقيمون يعني قاعدين فيها في استقرار، وإن النعمة مش بس في استقرار، ده النعمة دي في حالة استمرارية مستمرة، مش أخدها مرة وأخلص وخلاص، زي واحد بيدي واحد منحة كده ويمشي لا 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 لا، دي النعمة دي مستمرة معايا طول أيام حياتي. فكلمة مقيمون فيها معناها أن أنا أستمر أني أتمتع بنعمة دي. إزاي بقى؟ اللي هي نعمة البنوة دي طول، يبقى في سلام وما فيش خصومة بيني وبين ربنا. لكن حتى لو لضعف غلط أقوم بالتوبة، ودي نعمة برضو تاني ربنا مديها لي، أن أنا أقف قدام أقول يا رب معلش أنا غلطت أنا آسف، يقول لي طب خلاص أنا كمان هصلحك ورجعك ثاني، لأني أصبح بر المسيح يقدر يغطيني لغاية ما أخش السماء، لغاية ما أخش السماء. فدي عشان كده قال نحن فيها مقيمون، بنستمتع وبنتمتع بهذه النعمة اللي هي عن طريق البر بالمسيح. فالنعمة دي ممكن تكون كمان إن أنا أتعرف على المسيح أكتر، يعني ممكن الواحد يؤمن لكن بعد كده واحد يعرف ربنا أكتر، دي نعمة. بقدر أخذ جسد ودم المسيح، دي نعمة. الروح القدس بيحل فيا، دي نعمة. لما بغلط وأتوب وتتغفر لي خطيئتي، دي نعمة. فإذن فيه نعم كتيرة أقدر أعيش فيها، عشان كده عبر عنها قال صار لنا الدخول، بقيت بدل ما كنت مطرود أو برة أو مرفوض، لا ده أنا بقيت جوه النعمة، جوه دايرة النعمة ببر المسيح، بقيت أتمتع بالسلام وكمان بالنعمة ونعم كتيرة ربنا ادهاني. وبعد كده يقول إيه؟ ونفتخر على رجاء مجد الله. كلمة نفتخر هنا في العربي الحقيقة مش واضحة، هي في الإنجليش معناها نفرح، ريجويس، يعني ما هياش افتخار طبعا تمشي برضو افتخار، لكن هي الأصل بتاعها نفرح، يعني بيحصل نوع من الفرح كمان الداخلي، والفرح ده على رجاء، بقى في رجاء اتولد في قلبي ان انا بقيت خلاص ليا رجاء مجد الله، دعني اللي هو ان انا هشوف مجد ربنا في السماء، فاصبح كمان ليا ان انا بنتظر المجد، فرحان عشان اشوف مجد ربنا كمان. ده بيتولد فيا بسبب الإيمان ببر المسيح. فالإيمان ببر المسيح ده يديني سلام مع الله،
مفيش خصومة، ويديني نعمة أعيش بيها كمان مع ربنا، أتمتع بالنعم دي كلها بقى، نعمة الغفران، نعمة المعمودية، نعمة البنوة، نعمة الروح القدس، نعمة اتحاد بجسد المسيح ودمه، نعمة الغفران، كل دي تبقى إيه موجودة معايا لغاية لما أروح السماء، يفضل أفضل أنا فرحان بدي لغاية ما أشوف مجد ربنا في السماء. كل دي نعم، هذه إيه اتنين، يبقى أول واحدة سلام مع الله، ثاني واحدة نعمة المسيح. بعدين بيقول إيه بقى في آية ثلاثة، بيقول وليس ذلك فقط، يعني بولس عاوز بقى يعدد بقى إيه الثمر بتاع التبرير بالإيمان بالمسيح، ليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا في الضيقات عالمين أن الضيق ينشئ صبرا. إيه يا بولس ده، إيه اللي دخلك في السكة دي؟ أنت بتتكلم عن الحاجات الحلوة، ليه تجيب الحاجات الوحشة دي؟ ليه تجيب سيرة الألم والضيق والتجربة والكلام الصعب ده؟ ما احنا يعني ما كنا ماشيين كويس، لينا سلام ولينا فرح ولينا رجاء، ايه اللي دخلنا في السكة دي؟ قال ما هو انت عينك على السماء وعمال تتمتع بنعم كتيرة وبقى في سلام من الله ومع الله كويس قوي، لكن ما تنساش انك عايش في الارض، ولابد ان تجوز في الضيق شوية. يعني ايه برضو بولس الرسول محبش كده ايه يخلينا، لا ده اعتبر ان الضيقة هنا واحدة من النعم للانسان المسيحي الذي يقبل الضيقة، لان حياة جديدة اصلها، فالحياة الجديدة دي من خلال ايمان ببر المسيح كمان عدلت عندي بعض المفاهيم، لان احيانا التجربة كان ده في العهد القديم طبعا، التجربة أو الضيقة أو الألم أو المعاناة اللي كان بيمر بيها حد كانت بتتفسر في العهد القديم إن ده غضب من ربنا، وإن ربنا غضبان على هذا الإنسان، وكان يحسبه أحيانا إن ده عار، يعني زي مثلا لما كانت الستات ما بتولدش فكانوا بيحسبوه ده عار عليهم، ولما كان حد بيجرى له حاجة زي أيوب مثلا، يعني أيوب الصديق لما تعرض لتجربة أصحابه قالوا له كده، قالوا له شوف أنت عملت إيه في ربنا، ربنا زعلان منك أول لدرجة أنه بيعمل فيك كل ده، أنت بقى أغضبت ربنا في إيه؟ يقول لهم يا جماعة أنا ما عملتش حاجة، ده أنا كويس، أنا ما عملتش حاجة غلط، ده أنا بحب ربنا، وقعد هو يدافع عن نفسه كمان لغاية آخر السفر، طبعا كلنا عارفين عارف الحقيقة يعني، لكن يعني هم قالوا له إيه؟ قالوا له أنت أكيد عملت حاجة غلط. فمفهوم الألم أو الضيقة كان عند الناس إنه حاجة وحشة، إن ربنا زعلان مني، إن في حاجة وحشة أنا عملتها وباخد عقاب، ده كمان ده في العهد القديم. حتى لو تفتكروا قصة يونان والبحارة نفس الفكرة برضو، لما شافوا الأمواج بتهيج بطريقة عجيبة والرياح بتضرب وهيغرقوا وعاملين يرموا الحاجة، ولقوا أخينا يونان ده يونان النبي يعني قاعد نايم كده، فقالوا له تعالى هنا، إيه ده اكيد انت وراك حاجه، انت وراك قصه، ده ربنا قالب الدنيا كلها، ايه اللي حاصل فينا ده، انت السبب في حاجه، انت مزعل ربنا في حاجه، عشان يعني حتى دي كانوا موجوده حتى عند بعض الامميين ان في حاجه غلط او ان ربنا ممكن يكون غضبان. فهو عاوز بولس الرسول هنا ينقلنا نقله في المفهوم المسيحي والايمان ببر المسيح، إن لابد إن هيكون في ضيق، والمسيح عبر عن ضيق، قال هيبقى في ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فهو بيقول الضيق بمفهوم الضيق هنا في العهد الجديد، في نعمة العهد الجديد، في الإيمان ببر المسيح يختلف شوية. ليه بقى؟ ليه يختلف؟ لأن المسيح جاز في الألم والصليب، وهنا اتبدلت المفاهيم، فأصبح بقى اللي بيتألم كأنه يشارك آلام المسيح، وسماها صبر المسيح، فبقى لينا شركة كمان في صبر المسيح. فعشان كده المفهوم بقى مختلف بالنسبة لنا إحنا كأولاد ربنا، إن أصبحنا نبص على الضيقات على إنها شركة مع آلام المسيح. شوفوا يوحنا ذهبي الفم بيقول جملة لطيفة قوي، بيقول فأنه حتى في الضيقات الحاضرة تعطينا نعمة الله القدرة على تلألؤ ملامحنا وتجعلنا بالأكثر مستحقين لمكافأتنا. يعني بيقول إيه؟ في الضيقات
الحاضرة اللي هي بتمر بينا يعني دلوقتي، يعني تعطينا نعمة ربنا، نعمة ربنا اللي احنا خدناها بالإيمان ببر المسيح، القدرة على تلألؤ ملامحنا، تلألؤ ملامحنا، عارفين يعني تلألؤ؟ يعني الملامح بتاعتنا ما تبقاش بقى وحشة وعابسة ومتضايقة وغضبانة ومتذمرة، لا دول تلألؤ ملامحنا، يعني ملامحنا تبقى إيه؟ حلوة، ملألأة، منورة. وده الشيء العجيب، إزاي الإنسان المسيحي اللي ممكن يتعرض في تجربة أو ضيقة تبقى ملامحه ملألأة، تلألؤ ملامحنا وتجعلنا بالأكثر مستحقين مكافأتنا، كأن المكافأة اللي احنا هناخدها في السماء دي ربنا مجهزها لنا قدام شوية التعب اللي ممكن الواحد يتعبهم في الأرض. جميلة قوي الجملة بتاعت يوحنا ذهبي الفم دي، عشان كده قلت أقولها لكم يعني. وبعد كده قال طب هو الضيق ده ممكن يعمل فينا ايه؟ الضيق ده يعمل فينا حاجات حلوة قوي، ده يخليني أتعلم الصبر، ينشئ الصبر. طب وده حاجة مطلوبة؟ قال طبعا الصبر ده حلو قوي، لأنه طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة. الصبر ينشئ تزكية، والتزكية رجاء. الإنسان اللي تعرض لضيقة، المسيحي المؤمن ببر المسيح ممكن يتعرض لضيقة، بس لو صبر واحتمل فيتزكى. يتزكى يعني إيه؟ يعني يبقى نقي، يعني يبقى نجح، نجح في الامتحان، واحد ناجح يعني، فقول يتزكى كأنه نجح. عارفين زي الفضة لما بتخش في النار ويحطوها في النار فترة، فالفضة تطلع إيه؟ تطلع منورة، تطلع حلوة، ملألأة كده. فهو يقول تزكية، الصبر تزكية، التزكية هنا معناها نقاوة، أو اتنقت، اتنقت، أو إنه إنسان نجح في الامتحان فبقى مزكى، بقى ينال مكافأة بعد كده بسبب الصبر بتاعه في التزكية. والتزكية دي قدام ربنا تخليه إيه؟ تخليه عنده رجاء، رجاء في المكافأة اللي هتبقى في السماء، في المجد اللي هيشوفه. ممكن يكون على الأرض فيه، بس المجد اللي بتاع السماء لا يقارن. يعني ممكن يكون فيه كمان تعزية على الأرض، طبعاً ربنا ما يسيبش ولاده، لكن بالأولى المجد اللي هيستنانا في السماء. فيقول عالمين أن الضيق ينشئ صبراً، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزى. لا يخزى يعني أصل الرجاء ده في المسيح، فما ينفعش يخزى، ما ينفعش يبقى يعني ضايع أو ملوش معنى. لا، ده رجاء ثابت، حتى نستخدم الرجاء ثابت دي في صلواتنا في الاسم دايما، آخر جزء في الاسم اللي بنصليه في القداس نقول رجاء ثابت، لأن رجاءنا في المسيح لا يخزى. احنا واثقين في ثقة في المسيح إنه يدخلنا السماء. شوف قد ايه رجاء، ما الرجاء ده على حاجة أنا مش شايفها. الإيمان والرجاء ده حاجة أنا لسه مستنيها، يعني مش شايفها عندي قدامي، لكن الرجاء يديني هذا الرجاء ده، إن أنا أبقى لا يخزى لأني أنا واثق في المسيح، أنا واثق في المسيح إن هارس الحياة الأبدية. ويبقى مع السلام والنعمة والضيق والصبر والرجاء كمان في حاجة كمان، إيه بقى تاني؟ يقول خلوا بالكم الرجاء لا يخزى. ليه؟ ليه لا يخزى؟ ليه يبقى واثق أنا قوي يعني كده؟ إيه اللي يخليني أبقى واثق قوي؟ ادانا التفسير بتاعها بقى بولس الرسول على طول، قال الرجاء لا يخزى لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. يبقى الرجاء لا يخزى لأن الروح القدس اشترك كمان في إنه ياخد من الحب الإلهي ويدلدق في قلوبنا. خلي بالكوا كلمة التعبير اللي هو قال انسكبت، انسكاب هنا معناها حاجة بتدلدق من فيض، حاجة مليانة زي ما يكون كده كوباية مليانة عمالة تدلدق. فالروح القدس ياخد، لأن هو روح الحب جوه الأقانيم الثلاثة، الأب والابن والروح القدس. الروح القدس يعتبر روح الحب، الله الأب ينبوع المحبة، والابن هو المحبة، والروح القدس هو روح المحبة. فالروح القدس ياخد من الله الآب المحبة
ويسكب في قلوبنا محبتنا للابن زي ما الابن أحبنا، والابن أحبنا زي ما الآب أحبنا، لأن إرادتهم واحدة. فيصبح الثالوث القدوس محبته في قلبنا منسكب فينا، متمتعين بهذا الحب. إيه الجمال اللي إحنا نبقى عايشين فيه دي؟ لما الروح القدس يسكب محبة ربنا فيا، ده معناه إيه؟ معناه إن أنا مش هبص بقى للضيقة، الضيقة أو التجربة أو الألم أو المشكلة اللي عندي، لكن هبص للحب اللي جاي منها من ربنا. لأن مدام أنا الرجاء لا يخزى، ليه؟ لأن أنا واثق في ربنا، فأنا واثق في الإيد اللي بتسمح وبتدي، واثق في ربنا اللي موجود معايا جوه الضيقة، واثق في ربنا في اللي حالل بحب جوه قلبي. ومش هقدر أشعر بالحب ده إلا لما الروح القدس يسكبه فيا، والروح القدس يسكبه فيا لما يسكن فيا بعد المعمودية. يعني الإيمان دي خطوة أولى، بس كمان لما بتعمد وباخد الروح القدس جوايا في الميرون، بيحصل لي كمان استنارة أكتر، واستمتاع ببر المسيح أكتر، وفهم أكتر، ومعرفة أكتر، وأشعر قد إيه ربنا بيحبني. وكل ما أشعر قد إيه ربنا بيحبني، ببص على نفسي أكتشف إن أنا خاطي ووحش، فاكتشف حب ربنا أكتر، إن هو بيسامحني. وبالنسبة لي يبقى الضيقة، بالنسبة لي أنا مش شايف الضيقة، لكن شايف ربنا اللي جوه الضيقة. وبالتالي مش بركز على المشكلة، لكن بركز على ربنا. وكل ده في الآخر بيعود ليا في الخير، سواء على الأرض أو مجد في السماء. آية 6، حابين إن بقى لما بنقول المحبة اللي تنسكب في قلوبنا دي، حب يورهنا بطريقة كده، قال بس أقول لكم حاجة، ما هو المحبة دي جاية منين؟ لأن المسيح إذ كنا بعض، بيثبت يعني المحبة دي جت منين؟ المسيح إذ كنا بعض ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار. ده دليل الحب. إيه دليل الحب؟ إن واحد يموت عن واحد؟ طبعاً ده دليل حب جامد، ومش أي واحد يموت عن أي واحد. عشان كده هو فسرها في الآية اللي وراها، قال فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يكسر أحد أن يموت. يعني ربما واحد يكون طيب، يعني بالكاد يعني ممكن يموت من أجل حد كويس أو حد كبير، أو ممكن أم تضحي من أجل ابنها تقول لا أنا موت لكن ابني يعيش، يعني واحد بالكاد ممكن ده يحصل. أو زي رئيس كبير وجنبه حرس، واحد يعني مستعد انه ياخد الرصاصه في قلبه هو عشان الرئيس ده يعيش، يعني ده بالكاد بالجهد ممكن كده. لكن هل ممكن يحصل العكس؟ هل ممكن الرئيس ده يموت من اجل انه يحمي الحارس بتاعه؟ الشقلبه دي ما تحصلش. ده اللي عمله المسيح معانا، ده اللي عمله المسيح. فهو عاوز يقول ايه؟ دليل الحب أن المسيح البار القدوس الذي لا يطيق الخطية، اللي كله بر، مات من أجل إيه؟ من أجل ناس عدلة؟ لا. من أجل ناس تستحق الحياة؟ لا، محكوم عليهم بالموت والهلاك. من أجل ناس إيه؟ قال من أجل ناس فجار. فجار، فجار يعني متماديين في الشر والخطية بلا حدود، يعني ناس لا تستحق الحياة أصلاً، ناس ما لهاش إنها تعيش، دي ناس تهلك. ولكن ربنا يقول لا، أنا مستعد أموت عشان اللي يؤمن بي يبرر. ده دليل الحب، لما يبقى السيد يموت من أجل العبد ويفدي العبد، دي ما تحصلش. لكن تحصل القدوس البار الذي بلا خطيه يموت من أجل الفجار، يبقى ده دليل حب، ده برهان الحب. عشان كده نقلنا بولس الرسول على طول ان المحبه اللي جهت في قلوبنا دي لها سبب، ما هو المحبه دي مش هتيجي كده. فكل ما الانسان يشعر بخطيته ويشعر بحب المسيح اللي مات عشانه، يحب المسيح اكتر، ويبقى داخل في دايره الحب، مش عاوز يخرج منها.
مش قادر خلاص، مش قادر يقاوم الحب بتاع ربنا، فيبتدي يبقى عاوز يجاهد عشان بس يرضيه، بس يقول يا رب انا بحبك، انا بس مش عاوز حاجه انك بس تبقى راضي عني. اذا ان كان بالجهد يموت احد لاجل بار، ربما لاجل الصالح يكسر احد ان يموت، لكن الله بين محبته لينا لانه ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا. ونحن بعد خطاه يعني لسه فينا ضعف ولسه فينا خطيه، والخطيه لها لسه سلطان علينا، ولكن ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا. في الوقت المعين دي طبعا ده لكل شيء ربنا كان حط توقيت، الوقت المعين هنا اللي هو ملء الزمان اللي قالها برضو بولس الرسول في رسالته لغلاطيا، غلاطيا 4، ملء الزمان. ملء الزمان هنا يعني ايه؟ يعني لما حس ان البشر كلهم حسوا وعرفوا ان هم عاجزين عن ان هم يتخلصوا من سلطان الخطية. فاليهود لن، هو ده اللي كان يتكلم بيه في بداية الرسالة، لا اليهود يقدروا يبرروا نفسهم لأنه عاجزين وهم فضل، يعني بسبب الناموس حتى كشف ليهم خطاياهم أكتر، ولا الأمم اللي الفجور بتاعهم وصل إلى يعني اتملى الكاس بتاعهم يعني. فهنا ده ملء الزمان، هنا بقى الوقت المعين إن ربنا لازم ينقذ بقى البشرية دي اللي هي جت في إن هي بقى أصبحت في تحت الضعف، تحت العجز، تحت سلطان الموت، مش قادر حد يبرر نفسه، كله ابتدى يشعر إنه إيه، محتاجين مخلص، محتاجين مخلص. عشان كده هنا ده اللي هو قال عنه بولس الرسول، ولكن الله بين محبته لنا. ابتدى يبين ايه دليل الحب بتاع ربنا، ان احنا لسه خطاه، لسه فينا ضعف، لكن مات المسيح، واحنا وحشين ما نستاهلش قدام ربنا. في حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه من اجل احبائه؟ هو المسيح عمل كده، وبالتالي هو ده البرهان الحب. فجه بقى في آية 9 قال إيه؟ فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. ده حاجة كمان بقى قال إيه بقى؟ يعني عاوز يقول إن إحنا دلوقتي لو اتبررنا بدمه، المسيح مات، ما هو يتكلم في الآية الأبية على إنه بين محبته بإنه مات على الصليب. الثمر بتاع موت المسيح او دم المسيح اللي سفك على الصليب ده ايه؟ ان احنا نخلص من الغضب، الغضب الالهي، العقاب يعني. سدد الدين بتاعنا، كان علينا دين واحنا مش قادرين ندفع حاجه، ما عندناش حاجه ندفعها، ندفع ايه لربنا؟ احنا مفلسين، كلنا خطيه، ما عندناش حاجه كويسه فينا. فقال انه احنا تبررنا بدم المسيح من العقاب. لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. إيه بقى الآية دي؟ يعني قال لنا لا، أما كنا في حالة عداوة بسبب الخطية، خطية آدم والفساد اللي فينا والضعف والعجز اللي فينا والوحاشة اللي كانت فينا، لما كنا إحنا في الحالة دي المسيح من حبه مات عشاننا عشان يسدد الدين اللي علينا. خلاص هو كده سدد الدين اللي علينا، ان بار يموت ويموت من اجل كل العالم لانه هو غير محدود، فده الوحيد اللي كان ينفع. فبيقول لما كنا في وضع العداوه والخصومه المسيح مات عشان يخلصني. طب فمن باب اولى بقى، واحنا بقى بقينا مبررين ومخلصين بدم المسيح، نعمل ايه؟ نعمل نعيش ازاي؟ يقول نخلص بحياته. إذن فكرة الخلاص موجودة، بس هو المسيح تمم جزء، في جزء لسه عليا نخلص احنا بحياته بقى. يعني ايه نخلص بحياته؟ يعني في الاول المسيح مات عشان يصالحنا وينقلنا من حالة العداوة الى حالة الصلح والسلام مع الله، لكن هو ما فضلش ميت، هو قام فأصبح حي، فأصبح إلهنا حي. قال فإحنا بقى نخلص بحياته بعد ما تبررنا بدم المسيح خلاص وأمننا بده، إحنا بقى حياته تبقى فينا، فنعيش حياة المسيح والحياة المسيح فينا، ولما نعيش حياة المسيح فينا نخلص. هو ده اللي هو عاوز يوصله لنا.
يبقى أنا بر المسيح فيا، صلاح المسيح فيا، حياة المسيح فيا اللي هو اللي قام من الأموات، أتشبه بالمسيح ده فأخلص. نخلص بحياته يعني إيه؟ يعني تصير حياة المسيح حياتي، زي ما قال بولس الرسول برضه قال إيه؟ أنا ما أحيا لأنا بل المسيح يحيا فيا. فالمسيح لما يحيا فيا أنا أخلص بحياته، أقف قدام الله الآب أنا كده متغطي بدم المسيح، خطية بتاعتي خلاص اتغفرت، وكمان عايش متشبه بالمسيح، لنا فكر المسيح، لنا رائحة المسيح، بتحرك زي المسيح، بنفذ وصية المسيح، عايش زي المسيح، فيبقى أنا أخلص بكده. يبقى طريق الخلاص نفسه اللي بيبتدي بالإيمان كخطوة أولى، نخلص بدم المسيح، ده خلاص مقدم للجميع. لكن اللي يؤمن بدم المسيح انه تبرر وتصالح مع ربنا يخلص بحياة المسيح اللي قام الأموات. عشان كده هو في آخر إصحاح 4 قال أسلم لأجل خطايانا يسدد الدين اللي علينا. لكن مع سدد الدين اللي علينا لازم إحنا كمان نعيش حياته عشان نحيا معه إلى الأبد. دي بيمثلوها كده يعني بقصة رمزية يعني عشان تقرب المعنى ده، زي مثلا ما يقول كده بيقولوا ايه، يعني زي قاضي قدامه واحد متهم سرق وعليه ديون وكتب شيك على بياض لنفسه فلازم يتحبس. القاضي قدامه، القاضي عادل، فلازم قدامه ياخد قرار بالحكم من الحبس بتاعه، لازم يتحبس. لكن في نفس الوقت القاضي ده كمان رغم انه عادل، رغم انه محب، هو اب ومحب، فابتدى يتعاطف مع هذا المتهم، فقال له بص انا هدفع لك الدين اللي عليك. قال كده كويس، لما دفع الدين اللي عليه معناه انه كده ايه، خلص الدين اللي عليه. لكن لسه برضو هيعيش ازاي، يعيش منين، يعمل ايه؟ فقال له طيب عشان ما تتورطش تاني في الموضوع ده انا هفتح لك حساب في البنك ويبقى معاك كارت تسحب من هذا الرصيد وتعيش بيه بامانه. الكارت ده ليه باسورد، ده هو الايمان. الخطوه الاولى الايمان ببر المسيح، اخد من بر المسيح ليا عشان اعيش في حياة المسيح لغاية لما أخش السماء. فلازم ما شكش أبداً في لحظة من اللحظات إن في خطية ممكن أعملها ما تتغفرش، لا هتتغفر لي، لأن بر المسيح ودم المسيح موجود على المذبح كل يوم، ده الرصيد بتاعي. غلط هقدم توبة أعترف وأخذ من دم المسيح وأسحب من بر المسيح، أصبح بر المسيح رصيد طول حياة الكنيسة على الأرض موجود. إذا المسيح عمل حاجتين، هو خلص العقاب بتاعنا، الدين اللي علينا دفعه بموته على الصليب بدمه، بس بعد كده إحنا كمان لازم ناخد بقى من الرصيد بتاع بر المسيح نعيش بيه لغاية ما نوصل إلى حضنه في السماء ونتمجد معاه. فدول الحاجتين، عشان كده أن نخلص بحياته بالحياة اللي قام بيها. مسيح قام من الأموات أصبح حي، وحياته دي بقت حياة لينا، وده اللي بناخده إحنا من جسد ودم المسيح. عشان كده نقول جسد المحي والدم الكريم، جسد المحي لأنه يعطي حياة. عاوز تعيش تاخد من جسد المسيح ودمه. لكن تخيلوا بقى لو الواحد ما بيتناولش وما بيقدمش توبة، طب أنت كده تفضل لسه إيه، حقيقي المسيح مات عشانك بس انت لسه ما استفدتش، لسه انت عايش حسب القصة اللي قلتها، ده عايش مشرد وعايش في الشارع لسه. او زي زوجة برضو بيمثلوها بمثل تاني، زي زوجة مثلا خانت جوزها وراحوا المحكمة ومحكمة الأسرة، وطبعا كان في مشكلة كبيرة، وبعد كده في الآخر اتصالحوا والقاضي وقع الحكم خلاص ما فيش حكم عليها. طب خلاص، لا مش خلاص لسه، ده جزء
بتاع المحكمة اتحل، لكن الجزء الثاني ما رجعتش بيتها، ما اتصلحتش، قال هتعيش في الشارع برضه، فكان لازم ترجع بيتها. هنا في بقى المصالحة تمت، في مصالحة بقت، في حياة موجودة مع زوجها وأولادها. كل دي قصص طبعا رمزية عشان تبين أن المسيح زي ما هو خلصنا بدمه كمان هو خلصنا بحياته، أن احنا ناخد حياته دي من خلال التناول من جسد ودمه، هو دي حياته اللي بناخدها، ومش هقدر أخدها إلا عن طريق الإيمان الأول والمعمودية ثانية. وعشان كده هو هيتكلم عن المعمودية في الإصحاح 6، لأن ده طريق الخلاص بنسميه، دي رحلة الخلاص بتاعتنا، نخلص في جزء المسيح عمله وفي جزء أنا كمان لازم أعمله، اللي هو بيبتدي بالإيمان، وثمر التبرير بتاع المسيح ده أنا بتمتع بالسلام من الله، في سلام مع الله، فيش خصومة، بقى في نعمة أنا مقيم فيها، بعرف ربنا أكتر، في محبة، في ضيقة أنا بصبر عليها وبتمجد مع ربنا وباخد هذا المجد كمان ليا، في محبة ربنا اللي كانت على الصليب وقيامته من الأموات اللي ادهاني كحياة ليا أقدر أعيش بيها وأبقى متشبه بحياته فأخلص وأوصل للسماء وأنا فرحان معاه. كل دي قصة حياتنا اللي بيلخصها بولس الرسول في 11 آية دي. بعد كده ده الجانب اللي زي ما قلنا، ده الجانب الإيجابي اللي ابتدى بيه، اللي هو ثمر التبرير أو ثمار التبرير بالمسيح والإيمان كخطوة أولى. بعد كده رجع بقى قال إيه، بس خلوا بالكم بقى، هو أنا أقدر أتمتع بده إزاي، من إيه، هو إيه السبب اللي خلاني أقول الحاجات الحلوة دي؟ يعني ابتدى دايما بالحاجة الحلوة، بعد كده هبتدي بالحاجة السلبية بقى، ما أصل كان، يبتدي يشرح بقى أصل كان دي إيه، يرجع بقى للقصة اللي هي قصة أبونا آدم، ويعمل المقارنة بين آدم الأول وآدم الثاني. أنا أكتفي بكده لأن الجزء الثاني شوية يحتاج شوية يعني شوية دراسة وشوية تفسير أكتر، فمش هينفع أن أنا أخلصهم في 5 دقايق دلوقتي أو 10 دقايق، مع أنه هو جزء سهل ممكن تقروه برضو، بس ده جزء لاهوتي عقيدي مهم في مفهوم الكنيسة بتاعتنا. الجزء الجاي ده أشهر جزء في رومية 5، لأن ده الجزء بتاع الخطية بتاعت أبونا آدم، وإزاي خطية أبونا آدم دي كان السبب في الهلاك بتاعنا، والمسيح ببره جه خلصنا من الخطيه. فدي دي دي الحته المهمه قوي اللي احنا ان شاء الله نتكلم فيها المره 11. اصلا سهله قوي لانها هي ختام للايه دي، اللي بيقول لهم احنا بقى مش بنفتخر بكده بس، يعني مش بفتخر ان انا بقى ليا سلام مع الله وبقى ليا النعمه وليا رجاء المجد وليا الخلاص وليا التبرير، لا ده انا عاوز افتخر بربنا نفسه. أنا آسف يعني دي أختم بيه عشان ده الجزء الختامي بتاع الجزء ده اللي هو من 1 لـ11. إحنا مش بنفتخر بعطايا ربنا، إحنا بنفتخر بربنا نفسه، إزاي ربنا حبنا لهذه الدرجة، ده سبب فخري، سبب فخري هو ربنا شخص المسيح نفسه. أنا مش ههتم بالعطايا والنعم اللي هو بيدهاني، لكن بهتم بيه هو. عشان كده قال ليس ذلك فقط، يعني مش كل الثمار اللي أنا بتكلم عليها دي هي الحلوة، لا ده أنا بفتخر بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة، مش بفتخر بشوية العطايا اللي ربنا ادهاني، دي كلها عطايا مجانية، أنا ما فيش حاجة عملتها، هو ربنا عمل كل حاجة. فبيقول أنا مش بفتخر بالعطايا بس دي، ده أنا بفتخر بقى بشخص ربنا نفسه، ربنا بنفسه هو ده اللي أنا أفتخر به، إن أنا منتمي لي، إن أنا بقيت ابني لي، اللي هو صالحني، هو اللي جه وصالحني، أنا ما كنتش أعرف أصالح نفسي معاه، لكن هو الكبير هو اللي نزل وتواضع عشان يصالحني عليه، فهو اللي يستاهل ان انا اكون فخور بيه، لانه هو يستحق، ان هو ابويا السماوي وانا ابقى ابن ليه. ربنا يدينا ان احنا نتمتع بكل ثمار التبرير دي ونعيشها نحسها من خلال الكنيسه بتاعتنا الحلوه، لان الكنيسه بتاعتنا هي بتعيشنا في ده، بتعيشنا في النعم دي باستمرار، بتخلينا دايما بنفتخر بان احنا اولاد ربنا يسوع المسيح، وهو ده اللي بيقوينا عشان نقدر نبقى مستعدين لليوم اللي نبقى ننطلق فيه من الأرض نروح السماء لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن الأبدين. ممكن الإصحاح الرابع نديله عنوان اللي هو أبونا إبراهيم، والإصحاح الثاني نديله عنوان اللي هو آدم، يعني لو أنتوا اللي منكم بيحب يدي عنوين للإصحاحات يعني. تفضلي، مين حد كان عايز يسأل سؤال؟ تفضلي. أنا عندي تعليق أبونا مش سؤال. تفضلي حبيبي.
كنت بفكر يعني كتير قوي وقدسك بتتكلم على الجزء اللي معلمنا بولس بيقول فيه إن نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، ومعلمنا يعقوب بيقول برضو نفس الكلمة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. فيعني كأن في الحياة الروحية أو حياة الإيمان الصبر ده نتيجة أو جايزة، يعني إنه هو في حد ذاته حاجة الإنسان محتاج يوصل لها، مش هي مجرد زي مثلا ما واحد يكون ماشي في طريق ضلمة فالضلمة دي بس نتيجة إن هو في الطريق ده. لا، ده الصبر في حد ذاته جايزة. ما هو لو هو بيقول امتحان، يعني نتيجة الامتحان الإنسان ينجح أو يفشل، فلما ينجح يكسب الصبر، ولما يكسب الصبر ينال التزكية دي، كأنه الإنسان ده مثلا طلع الأول فيترتب عليه الرجاء. فمش عارفة، يعني أنا بفكر بما إنه الرجاء هو حلو قوي. الإيمان، كأن قبل يعني في حتة تانية لما بيقول الروح القدس يشفع عنكم بأنات لا ينطق بها، كأن الصبر دوت لما يوصل الإنسان للنجاح ده ربنا يسكب الإيمان أكتر في قلبه. وأما هو بيقول محبة الله تنسكب في قلوبنا، يعني فحاسة إنه في الحياة المسيحية الصبر ده غاية مش وسيلة، والإنسان اللي بيصبر ربنا بيديله فرحة الرجاء، لأنه الإيمان بيزيد في قلبه فيبقى منتظر وهو عارف إنه لا يخزى. يعني ثانك يو يا سوزي، حلو قوي، الكلام مظبوط 100%. وهي اكشوالي كمان هي فكره لما بيقول ان عالمين ان الضيق ينشئ صبرا، يعني عاوز يقول بص للضيقه على انها هتعلمك حاجات حلوه قوي، ومنها الصبر وعدم التذمر والشكر. كل ده الانسان بيتعلمه من خلال الضيقه. لو الانسان بيبص على الضيقه من هذا المنظور ان هو هيتعلم حاجه، هو اكشوال هيتعلم حاجات دي. وعشان كده المسيح قال من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. اذا الصبر بيلازم الانسان ياخده، وعشان ياخده لازم يتحط في موقف صعب عشان يتعلمه. ولا هيتعلم الصبر ازاي؟ اي واحد فينا هيتعلم الصبر ازاي؟ خش امتحان زي ما انت قلت. فلما الواحد يخش امتحان، يبقى ده المفهوم بتاعنا في الدقيقه، لما الواحد يخش امتحان يتعلم الصبر، لأن الصبر حاجة مهمة جدا في حياة الإنسان، هي عدم التذمر، وهي اللي هي بتدي حياة الشكر للإنسان اللي بتخليه من يصبر إلى المنتهى هذا يخلص. إذا واحدة من أننا أتملي بمحبة ربنا وأخلص، يبقى ليا رجاء في السماء، هي الصبر. والصبر مش هقدر أخده إلا لو اتحطيت في ضيقة أو في تجربة. عشان كده ربنا بيسمح بحاجات دي، كل واحد حسب طاقته ربنا بيسمح عشان يتعلم دي. وده من الحاجات الحلوه ان دايما بيقول ايه، لما الواحد بيتعرض لدي اسال نفسك هو ربنا عاوز يعلمك ايه؟ اكيد ربنا عاوز يعلمك حاجه. فلما الواحد بيعرف ربنا عاوز يعلمه ايه بيقبل، ومن هنا بيبتدي يتكون بقى العلاقه مع ربنا اللي بتبتدي بقى بالصبر والاحتمال وهكذا. ربنا يعوضك يا استاذ امجد، اتفضل حبيبي. مساء الخير يا ابونا، انا ما سلمتش. هو انا ممكن اختلف؟ ممكن طبعا زي ما انت عارف. انا عندي تامل بسيط. طبعا مدام سوزان الفكره بتاعتها جميله جدا، لكن انا بنظر لها بنظره تانية. الايه اللي قدسك قلتها في الاخر من يصبر الى المنتهى يخلص، بوضوح توضح ان الصبر هو الاداه وليس الجائزه. الاداه التي اذا استخدمها الانسان يستطيع ان يصل الى الجائزه. ببساطه من له فضل ان يشكر في وهو غرقان بالنعم؟ الشكر وقت الأزمة ده اللي بيعطي الجايزة. إذن هنا الإنسان هو اللي لازم ياخد الأكشن عشان ياخد الجايزة، لأن في ناس كتير قوي بتتعرض لضيقات وبتتدمر ما بتصبرش فما بتخلصش وتسقط. إذن فالصبر هو حاجة بيستخدمها الإنسان، طبعا الروح القدس بيساعد لكي يصل إلى الجائزة. والآية واضحة جدا، من يصبر إلى المنتهى إن الجائزة تكون إيه؟ يخلص. شكرا. Yeah. نفس المعنى تقريبا يا أمجد، يا برافو عليك، ثانك يو حبيبي. يعني هي I think سوزي كانت تقصد إن هي إنه الصبر بيتولد نتيجة حاجة، فبيحصل إنه الإنسان بيكتسبها. متهيألي أنا فاهم كده، لو سوزي عاوزة يعني تفهمنا أكتر يعني. فهي نفس الفكرة، إنه هو الصبر ده هيجي إزاي؟ ما هو لازم الصبر هاخده.
بس انا مش هعرف اخده الا لما اتحط في ضيقه، لان مفيش حد هتصبر على ايه؟ هتتعلم الصبر فين؟ فلازم تخش امتحان، وده هي الضيقه دي عشان تتعلم الصبر، ومن هنا يبدا الصبر يبقى وسيله لان انا اتقدم في علاقتي مع ربنا واوصل معاه من مرحله لمرحله. شكرا. ربنا بيطوب الصابرين كمان زي ما قال معلمنا يعقوب، لانه الصبر بصراحه مش حاجه سهله. خلوا بالكم زي ما قال امجد برضو انه احيانا الانسان مع الضيقه بيقع في التذمر، مش المفروض انه ياخد صبر، يعني مش بيمشي في طريق الصبر فبيقع في التذمر. فالانسان اللي مش فاهم دوره ايه من خلال الضيقه ممكن يقع في التذمر وعدم الاحتمال وعدم الرضا، وده يبقى ماشي في سكه غلط، لان ده هيبقى تعبان، اولا تعبان مش حاسس بسلام جوه قلبه وتعبان. لكن الانسان اللي فاهم ان الضيقه ممكن تعلمه الصبر هو هنا اللي هيتعلم الصبر، ولما يتعلم الصبر الاحتمال هيفهم، لانه هيخش على طول في دايره نعمه المسيح ودايره شركه الام المسيح. فوهب لكم لا ان تؤمنوا به فقط بل ان تتالموا من اجله، فاصبح هبه، فاصبح الصبر كمان هبه ربنا بيديها لي لما اقبل واحتمل فاحس بالصبر ده، ومع الصبر الاقي التعزيه والاقي الرجاء والاقي الفرح. فهي دي برضو من الحاجات اللي يعني تقريبا تكمل المعنى. ايوه امجد، اقول بس حاجه واحده، انا بعتقد الصبر بيجي من حاجه واحده وما بيجيش لناس بسبب حاجه واحده، الثقه في محبه الله. طبعا. لا يمكن انا ابقى مش واثق في محبه ربنا وهصبر. هصبر على ايه؟ انما انا بصبر لاني متاكد من محبه ان الاله يحبني. صح صح، اشكرك. شكرا. اشكرك حبيبي. تمام، في حد يحب يضيف اي حاجه تاني؟ ربنا يكون معاكم. أنا هبعت برضو سؤال كده عن كل إصحاح في الأربع إصحاحات اللي فاتوا دول عشان نبقى برضو مشغولين بيهم الفترة الجاية دي، واللي يحب يجاوبهم يجاوبهم. وبعد كده نتقابل يوم 5 نوفمبر إن شاء الله مع بعض تاني. ربنا يحافظ عليك. تفضل نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. نشكرك يا رب يسوع المسيح على محبتك القوية يا رب المنسكبة في قلوبنا بروحك القدوس يا رب. اعطينا وعلمنا يا رب ان احنا نفرح بيك ونثبت فيك ونثبت في محبتك. ادينا يا رب ان احنا نشعر ونعرف، ما تكونش بس يا رب مجرد المعرفة اللي هي اللي بتشبع عقولنا فقط يا رب، لكن المعرفة الاختبارية. نثق فيك يا رب ونثق في محبتك ونثق انك انت موجود، ونثق يا رب في تبريرك لينا، وانك انت ما زلت بتحبنا حتى ونحن بعد خطاه. لسه أنت يا رب ما زالت محبتك يا رب لسه قائمة لينا. اجعل كل واحد فينا يا رب يشعر بحبك الإلهي ويثق في محبتك، وما نشكش أبدا في قدرتك يا رب أنك أنت تخلص كل إنسان. ادينا يا رب أن احنا نجاهد في الطريق المظبوط الطريق الصح، فنشعر يا رب بمحبتك ونشعر ببرك الإلهي لينا يا رب، ونكمل طريقنا يا رب إلى أن نصل يا رب إلى السماء. إلهنا القدوس السماوي بارك في كل إخواتي وأخواتي الموجودين في هذا الاجتماع، بارك يا رب في كنيستك وفي الخدمة كل إنسان يا رب طالب يا رب نعمة خاصة. أعطي يا رب كل واحد حسب يا رب احتياجه. اشبعنا دايما بروحك القدوس يا رب دايما، وثبته فينا يا رب، واجعل يا رب محبتك ثابتة فينا للنهاية. استجيب لينا بشفاعة أم النور عذراء مريم ملك مخيلا بتكلة وكل مصاف قديسيك يا رب. اسمعنا نقول لك بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح فصارت ربنا. ولا محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وعطية وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا سلام، سلام الرب يكون معكم.